انا عايز اسالك سؤال. من فتره كده كان على الفيسبوك فيه يعني اللي هو التصويت والمسابقه بتاعت ملكه جمال مصر من قريب، 2016. فحضرتك طبعا كملكه جمال احكي لي ايه بتشوفي الحاجات دي ازاي دلوقتي؟ والله بيصعبوا عليا جدا، يعني بيقولوا بتعاطف معاهم قوي، لانه البنات دي اولا بيبقى الحكم عليهم قاسي جدا. وبس عايزه اقول ان دي مش مسابقه جمال، هي الجمال جزء منها، انما الترجمه ظلمت المسابقه، هي الترجمه مس ايجيبت، يعني فتاه مصر، ما قلناش ذا بيوتي كوين اوف ايجيبت او ملكه جمال مصر، هي ما اسمهاش كده، هي فتاه مصر. فتاه مصر يعني تبقى بنت عندها ثقافه وعندها مقومات الشكل المصري، عندها الثقافه المصريه، عندها العادات والتقاليد، ملمه ببلدها، بعادات وتقاليد البلد، حاجات كتيره قوي بعيده عن الجمال. الجمال الشكلي بيكمل ده بس ما بيبقاش هو الاساس. ايوه، ايه علاقه كل ده بالمايو اللي بيلبسوه في المسابقه؟ دي ثقافه؟ لا لا معلش، بس علشان لا مش ايه بالنسبه لي انا ثقافه، انا اعرف المايو ده من بلد ايه؟ لا انا هقول لك يعني البرازيلي لا يعلى عليه. لا هقول لك المايو ده بيبقى بره ليه؟ هو البرازيلي والله ما عندناش اصلا، يعني هنا في مصر ما فيش المايو اصلا. لا احنا انا لما كنت انا في المسابقه كان في متهيألي دلوقتي ما بيعملوش المسابقه دي، هو من سنه تقريبا. بس انا لما عملت المسابقه كان ضروري جدا يبقى في المايو، بس كانوا حلوها عندنا في مصر ان لجنه التحكيم كلها سيدات وبيتعمل في وقت غير المسابقه قبليها، وبيتاخد درجات على مقومات جسم البنت، رياضي مشدود.